خلى الوعي يزيد عند المواطن والفلاح في الجهة، لكن يبقى نقص الدعم اللي هو ولا نقص يعني الوعي الفني. عندنا تثمين في صناعة الكومبوست اللي هو ما زال كيف بدأ، وعندنا تجربة في الجمعية، عندنا تثمين في صناعة الألياف اللي هو بدأت ومع الجدية والأسماسة بكثرة، ولقين حظهم في الدومين هذا بحكم نقص الأمطار في الجهة. يعني في السنوات الأخيرة اكتشفنا أن هو ينجم يكون اقتصاد جديد على الجهة، وتنويع وتبديل للمونوكولتير. بالنسبة للباقي النفايات في الواحة، يعني في اللي يستعملها في صناعة الكومبوست العضوي، في الكومبوست السائل زاد صارت توندونس في الواحة، وفي أيضا الجدية والأسماسة معتبرينها هو النشاط الأول الكومبوست. ثانيا فما نشاط آخر اللي هو صناعة الديكور الداخلي للمنازل، وحتى صار يعني محل اهتمام بالنسبة لبعض المهندسين في الاختصاص. وكذلك لا ننسى صناعة الأعلاف، يعني تكرير نواتج التمر وصناعتها عبر مادة معينة أو فورميل معينة، ونشجع احنا هذه الصناعات من خلال ان شاء الله نحاول ونحن كنشطاء مجتمع مدني ان احنا نوفروا الداتابيز نتاع لي باير دي فون والفون فير، نوجهوهم لجديا لسمسا وحتى شركات طبعا البيرسون فيزيك. وكجمعيات قاعدين نوعوا في الفلاحين على الاستغلال الامثل والبيست براكتس في الواحات من خلال التدوير، من خلال الاقتصاد الدائري، ونشجع على الاقتصاد الاخضر. عن هو الاقتصاد الأخضر صار توندونس، وفي الوقت هذا الجميع صار محل إنه هو يعني يبحث على الـ الفينانس فير، وكي يشوف يعني جارة ناجح في واحدة ويعني يحاول يعمل بيست براكتس في الواحة، الثاني قاعد يعني حتى هو في نفس الوقت يحاول إنه يكون فما منافسة طيبة، يعني فما منافسة، فما صداع، وفما تغيير خاصة الفلاحين الصغار. Thank you.